فمعنى اعتبروا أنه هدموا آثار، يعني محوا آثار المطار. أنا الكتاب أو الموقف الآن إحياء المطار، المطار من يموت، هذا هو الغاية اللي أنا عندي بالكتاب، أنني نقول الأجيال ونقول الشباب ونقول المغرب كلهم والآخرين أن المطار، أن المغرب هو اللي ينجز المطار، وأن المطار رغم الهدم سيعود. موضوع المطار هو موضوع السيادة، مش فقط بالنسبة للفلسطينيين، عندنا ستلقى القضية الفلسطينية وقضية الصحراء المغربية، لأن الصحراء المغربية هي قضية السيادة، والسيادة بدأت فين؟ بدأت مطار العيون. الإسبان خرجوا حلوا لا شيء في الأرض على الأرض في مطار العيون، وش غني المطار؟ إذا في غزة أو في القدس في 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 غزة عملنا مطار سيادي، مطار يعني فلسطيني سيادي، ولكن المغرب في أرضه كان لازم مطار سيادية، مطار العيون، مطار الداخلة، مطار أسمرة، إذا السيادة دائما حاضرة. البياس هو شخص من ناحية ثقافية جمع بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، بعد نبضات الوطنية في المغرب اللي كانت نموذجية، كانت مدرسة ديال الاستقلال قبل الاستعمار، قبل الاستقلال تبعتها دراسة في الشرق، كانت متمويجة، دراسة كانت في ظروف تعيش المنطقة غليان من نوع آخر، غليان حرب 56 وصراعات داخل المنطقة، وكانت بحضور عدد كبير يعني من الطلبة المغاربة، يعني كان تقريبا في السنوات الأولى تجاوز 200 في كلية الحب، كل مختلف الكليات، كلية الحقوق، كلية العلوم، كلية التجارة، كلية كتخرجوا، كانوا حاضرين فيها أشخاص من بعد عندهم صيت شاعر، إما نجاطي الله يرحمه كان شاعر، أو عبد الجابري، أو حمد السطاتي فلسفة، إذا كانت واحد الجيل، كان على الجيل فقط، كان على صعيد المغرب العربي في الواقع، لأن في الوقت أنا كنت كذلك رئيس رابطة الاتحاد المغربي العربي فيما فيها ليبيا، وكذلك بصفة مسؤوليتي كانت رئيس اتحاد الوطن لطلبات المغرب في المنطقة، لأنني أساسا من الأفراد الخمسة اللي خلقوا الاتحاد الوطن لطلبات المغرب، سي عبد الواحد الراضي، سي عمر بن جلون، وربما سي عمر بن جلون بظروف معينة كان هو السبب حتى تبعت الطائرة في الواقع، ظروف معينة، وكان سي ستي الصغرشني اللي كان مدير المسرح، إذا كنا مجموعة خمس أشخاص اللي خلق الاتحاد، ولهذا في الشرق كانت مهمة طلابية، مهمة اجتماعية، مهمة العلاقة، خصوصا مع الإخوان الطلبة الفلسطينيين أو الطلبة الأردنيين. على الأساس في البداية أول شيء المرحلة الأولى أول شيء 56 حرب 56 كنا حاضرين فيها، شاركنا فيها كما سنقول، كانت الرشاش في يد والكتاب في يد أخرى، ما كان طبعا كان عندنا الخيار بين نكونوا يعني تحت حماية السلطة الموجودة أو احنا كذلك مشاركين، لكن بعد ذلك يعني بعد 10 سنوات بعد النكبة، لأن في الواقع أنا كما سأقول دائما أنا أكبر من دولة إسرائيل سنا 58، هذا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مع الاتحاد الفلسطيني انضمنا رحلة أسبوعين لكل فلسطين، شارك فيها الأخ مازن في كلية الحقوق، وحنا في كلية العلوم، ومجموعتنا حضرنا ومرينا بكل فلسطين، كل فلسطين كانت تشهد المنطقة وضع حساس، وضعت بعد ما كان ما يسمى بالفراغ في الشرق الأوسط اللي كانت تكلم عليه ايزنهاور هذاك الوقت على عين،
لما حط رئيسية بعد ذلك جات تعلق بموضوع بالذات بطبيعة الحال سنة 65 هي الدراسة في فرنسا في الطيران، وصادف أن رحلة آخر الدراسة كانت إلى القدس، مطار القدس اللي كان مطار يعني بكل ما في كلمتنا شركة الطيران الدولية ومطار. الصورة تحصلت عليها مؤخرا صورتي في مطار القدس في 65 74 كان انضمام وقع ضم القدس إلى إسرائيل بعد ما كان الاحتلال سنة 67. أنا بالنسبة لي شخصيا كان هذا الأمر غير مقبول بحكم علاقتي مع الصعيد المنظمة الدولية وبحكم أمور كثيرة. يمكن حصلت على قرار شرعية دولية من المنظمة الدولية المدني سيمنع على شركة الطيران العالمية استعمال هذا المطار، ويبقى معتبر على أساس أنه مطار فلسطيني عربي. ولذا في الكتابة تقول المطار القدس لم يكن إسرائيليا أبدا، معناه أنه أصبح مطار مغلق. يوم السامس عملوا ربيع المرة وكان يعني في الكتاب فيه حكاية هذا الموضوع. طبعا الآن أرض المطار هي عبارة عن إحداد المشروعات المستوطنات. أنا كان عندي مشروع في نهاية المطاف بعد نهاية أشغال المطار باتفاق مع ربيع باتفاق مع المرحوم عرفات حتى نقوم أنا بتشغيل المطار القدسي صالح طرفين إسرائيل وفلسطينيين. كما كانت هناك مشاريع المطار في أريحة ومشروع مطار مع الأمريكيين والأردنيين في العقبة. إذا مرحلة كنت يعني تتركز بالذات على مشروع المطار اعتبار من 74 اللي أصبح مطار بشرعية دولية ليس إسرائيليا ولم يقع ضمه. طبعا كان الشرعية الدولية قد ضم مطار ضم القدس ليس شرعي، يعني هذا ظل حاط على ورق، لكن بالنسبة للمطار نستعمل أي شركة أجنبية إلا ما نستعمل ربي في ظروف معينة وحكاية في الكتاب. استمر يعني بعد قبل نتكلم عن مطار غزة في الواقع يعني لماذا احنا كنا مكلفين بالمطار؟ هذه يعني هذا من تحصيل الحاصل، لانه في نفس الوقت كان طموحات قبل ان يكون مطار غزة طموحات على ان يكون طائرة في المغرب يعني طيران عالمي طيران عالمي، لأنه استعمار المغرب كان مجزأ من ناحية مطارات. المغرب يعني كانت مطار طنجة تابع لشركة خاصة، مطار تطوان إسباني، مطار أكادير فرنسي قوة كذا، يعني مطار نواصر كانت معروفة أمريكية. فإذا خلينا وضع على أساس أنه مجزأ، فإذا كان المرحلة الأولى هو استرجاع المطارات، لأن الاستقلال في الطيران المدني ما كانش هو اسمع الاستقلال المغربي 56 رسميا، ما كانش صح 61 يعني لغاية 61 باقي يعني باقي إدارة فرنسية في المطارات، باقي مطارات فرنسية أو إسبانية. أو طبعا بعد توقيع اتفاق إيزناور مع المرحوم أحمد الخامس بن مطار نواصر سنة 61، وبعد يعني كل ما تم لتسجيل المطارات آخر مطارات سلمنا مطارات الشمالية شمال تطوان من إسبانيا في السنوات المتأخرة. ولهذا كان منظور عندي شخصيا هو أنه لازم يكون تشغيل هذه المطارات مستوى يعني هذا النشاط، نشاط السرعة، نشاط السلامة، نشاط العلاقات الدولية، نشاط يعني ما كاينش حدود في الطيران بين مدريد والدار البيضاء، يعني ما كاين السلامة ما كاينش يعني حائط أو حاجز، يعني يكفي أنا طبعا في المغادرة عند كرب قرنية وفي الوصول عند كذا، ولكن بالنسبة للشخص سلامته أو إجراءاته نفسها. ولهذا وصلنا أول شيء مطار الدار البيضاء من الأول، كان عندي يعني إجراء أو عمل طويل. بعد من 10 سنوات توفقت أوصلت إحداث مكتب وطني للمطارات، بعد منا كذلك المراقبة الجوية حتى في ومن بعد منا فئة مطاف تكوين مهني بإحداث أكاديمية واحد السادس الدولية للطيران المدني. فإذا كان هو يعني متكامل الأمور، لا يمكن أنه نقول غزة بدون ما نقول أنه كنا
شيء ما في داخل المغرب. الانسان ما يمكنش خاص دير الا ما كانش خبره في الداخل. الاساس هو الامكانيات لما مشينا مطار غزه كانت عندنا 30 سنه من الخبره. فاذا مشينا بواحد طاقه يعني كبيره من الخبره ولكن اكثر من الاشعاع دولي. صاحب فكره يعني اتفاق اوسلو. المغرب كان عنده دور كبير في اتفاق اوسلو. اتفاق اوسلو يعني تيخلق سلطه فلسطينيه. السلطه الفلسطينيه عندها لازم يكون عندها مستشفى، يكون عندها مدرسه، يكون عندها اداره، يكون عندها يعني بالاول وقبل كل شيء ان رئيس عرفات ما كانش عنده رغبه انه يمر كل مره داخل الخارج يمر في الحدود. لانه صادف انه مره كانت يعني كان غادي يكون ضحيه يعني انفجار فظيع. ولهذا يعني بمجرد ما طرحت الفكره بعد اوسلو طرحت مشكل المطار. من الشخص اللي يسكن المطار راسا كنت يعني بدون اي شيء كنت انا معين من طرف الرئيس عرفات لهذه المهمه. وكانت طبيعيه بالنسبه للمسار. المسار يعني مسار يعني على الصعيد الافريقي، الطير الافريقي على الصعيد العربي على الصعيد الدولي على الصعيد يعني يمكننا نوصل ناخذوا المكانه الاولى المتميزه على الصعيد العربي الافريقي الدولي. ولهذا يعني طبعا حضرتكم اللي كانت عرفات اللي خلاتكم يكلفكم بهذه المهمه، ثم واش كلفكم كشخص بياس عند بياس او لا كلف المغرب؟ لا يعني المغرب البياس من المغرب، مش خارج المغرب. والمغرب لو ما كان المغرب حقق انجازات اللي هي يعني انا ساهمت او كنت حاضر، لكن المغرب هو المغرب يبقى ان المغرب. وانه جات الملكه كان يعني الله يرحمه كان عندنا يعني وجات الملكه كانت شن عده مشاريع مهمه جدا. جات الملكه ويولي عاد شن يعني اكبر المشاريع واهم المشاريع. فاذا احنا كنا متواجدين في الساحه كنا كمغرب. طبعا ستبقى الخبره الفرديه او المجموعه او كذا ستبقى عندها وزن. ولهذا لازم كل القافله لازم شخص يكون على راس القافله بحكم معطيات جديده، بحكم انه يعني الطيران المدني. انا شخصيا بديت مع باتريس لومومبا في الرباط سنه 68 تقريبا 62 63 واستمرت مع الطيار الافريقي ومع الطيار ماشي فقط السمر يعني كمسؤولين في الطيران على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد المغاربي وعلى الصعيد الاوروبي في دور كبير بسميزين على الصعيد الدولي مكانه بكل يعني اهم مكيس الطيران المدني واحد في هذا المطاف كله رجع انه المغرب هو المرجع. وعلاقتكم انتم بعرفات قبل التكليف؟ انا عرفت من حسن الحظ او من الصدف ان تعرفت علي سنه 68 في بيت المرحوم محمد بن سودا في زياره اولى كانت هذا. فاذا كان محطي ان التقيت لفتره اوليه، ولكن بعد من سنه 94 كان في مناسبه المؤتمر الاقتصادي الاول في الدار البيضاء. اذا كان عندنا جلسه من بعد ما كنت يعني كنت توفقنا في المشهود لانه قررنا احداث مطار غزه بدون ان يكون او وفق العالم كله على ان يكون مطار غزه بدون ان يكون موجود حتى على الخريطه. وهذا شيء خيالي. يعني كاين تفاصيل مهمه جدا لي يعني كيف تم القرار يعني اخلاق احداث المطار او بناء المطار. يعني الحديث يطول ولكن في الكتاب يفصل يعني ما هي يعني المقاربه. وهنا في المقاربه نتكلم عليها في الاخير لان هي الاساس. فاذا بطبيعه الحال العمليه لم تكن سهله، لانه في نفس الوقت ليس فقط كان عند المطار، كان عند مطار الناظور، كان عند المطار، كان عند الاكاديميه، كان عند دوله الامنيه، كان عند مطار المغرب، فاذا تكامل. وانا عند مطار 20 سنه يعني يعني كاين مشاريع اللي قمت بها خارج ولو في المكتب المطار خارج هذه المسؤوليه. مثل مطار رشيديه، مثل مطار الناظور، مطار غزنفسو. هذو كلها كانت مشاريع يعني هي ماشي بالذات بالضبط دخل في مهام المكتب. المكتب عنده مطارات المغرب يقوم بشيء معين. انا بالنسبه لي كانت المفهوم يعني المسؤوليه ما عندها حدود. لانه ثم يجد انه وصلنا على ان عندنا دور في المؤسسه المواطنه. المراه، الطفل، الثقافه، كل اشياء
كانت القانون المحدد المكتب ما حددش انه الطفل المراه لكن هذا هو الانشغال الاساسي كذلك. ادماج اقتصادي للمطارات في المطارات. يعني كل ما يهم المغرب او يعني يمكن يلعبوا فيه دور كفاعل يعني كان ضروري نقوم به، والحمد لله قمنا به بكل تطوع وبكل اريحيه. على أي المطار فكرة كانت ضرورة، يعني المطار أصله حتما المطار، المطار اختيار وقع لاعتبارات ذكرتها يعني الكفاءة والخبرة والعلاقات وكله. التمويل حنا كانت تهمنا أن التمويل يكون مناسب ويكون سريع، لأن كنا يعني مثلا الحكومة الفرنسية أو مع جيسبا مع فرنسا حاولنا وجدنا إجراءات معقدة، حاولت مع الكنديين إجراءات التطول حتى داخل المغرب يعني. فلهذا لحسن الحظ كان هناك اقتراح وجيه من الإخوان المصريين في برك الأهلي للتمويل يعني في شروط مناسبة جدا، وأنا نصحت بها الرئيس عرفات شخصيا، لأنه كان عندنا عامل يعني صراع مع الزمن، لانه المطار خصو يكون جاهز، وكان عنده خلال 7 أشهر لازم يكون جاهز، لان طياره الرئيس كانت توصل في شهر ماي 96، ولهذا كان خصنا نهيئوا المطار رغم الصعوبات اللي موجوده في عمليه المطار، ولهذا المسائل كلها كانت مهيئه. والفريق اللي كان فريق يعني ماشي عادي كبير العدد، ولكن فريق اشتغل كما اشتغل في المطارات المغربيه، اشتغل في بكل كفاءه وخبره وفعاليه بالنسبه لمطار غزه. كيف فيه التصميم تصميمات مغربية 100%. الآن بطبيعة الحال عندنا يعني تصميم تنقراو في وسائل التواصل الاجتماعي مطار غزة، أولا تقريبا 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 لا ذكر للمغرب، قلت أن التصميم مسمطات الدار البيضاء مراكش القرمود، القرمود نسبيا القرمود ما كانش كما أن الدار البيضاء ما كاين لا في الدار البيضاء ولا في فتا. يعني في أشياء يعني خيالية موجودة يعني الأساس فيها أن المغرب مش موجود. فالكيتمجب الأساسية الأساسية أن أنا يعني يوم الآن أو يوم 17 فاش كان العمل خديت 3 أيام من قبل كان إسرائيل يقولوا هدموا المطار أو هدموا تبقى من المطار، فالعالم كله يتكلم عن المطار واتصلت أنا بشي مكالمات علمك أن المطار تهدم كذا، هدموا ما بقي معنى انه اقبار للمطار. هذا بالان هذه 4 أسابيع الماضي، فمعنى اعتبروا انه هدموا اثار يعني محاو اثار المطار. انا الكتاب او الموقف الان احياء المطار، المطار من يموت، هذا هو الغايه اللي انا عندي بالكتاب، انني نقول الأجيال وكل الشباب وكل المغاربة كلهم والآخرين أن المطار أن المغرب هو اللي ينجز المطار، وأن المطار رغم الهدم سيعود، لأن احتلال المحتلين الدبابات الإسرائيلية في رفح، الدبابات موجودة في المطار في أرضية المطار. يعني إذا عشنا فرص السلام وكنا يعني المطار ما كانش فيه دبابات، كان فيه طائرات مدنية، كانت فيه حركة، كان فيه يعني الفلسطيني في الواقع الفلسطيني كان عبارة إما عن يعني لاجئ، تقول الفلسطيني معناها لاجئ، من بعد الفلسطيني تعرف التعريف اللي اصبح هو ارهابي بطبيعه الحال، هذا في عرف. فاذا به فجاه بالمطار اصبح مواطن عنده جواز سفر، تمشي ياخذ الطائره ويعطي جواز سفر، اذا عنده استرجع انه مواطن، هذا هو الاساس في العمليه. ولهذا المطار عنده عده يعني اشياء ايجابيه بالنسبه للفلسطيني وبالنسبه للعلاقات المغربيه الفلسطينيه وبالنسبه للمغرب اللي عمل هذا الدور هذا الوحيد. كان يمكن اي دوله مصريه قريبه ولا غيرها ولا اي دوله اخرى تقوم، كانت محاولات وكانت محاولات، لكن الامر واضح يعني سيدنا جزم الامور الحمد لله من البدايه حتى انتهى الامر، تبعنا وكوننا العنصر البشري وشغلنا المطار وكل شيء. اول رحله كانت مطار كانت 17 يونيو 1996، ماشي ما نقول 16 ما نقول 17 ما نقول 16 ما نقول 18، مش ممكن لا 16 ولا 18 الا حتما 17، لان 16 مازال غادي يكون اخر يوم عند شيمون بيريز، وشيمون بيريز ما عندوش موافقه السلطه الامنيه الاسرائيليه،
فاذا كان على انه انا مستعد نرخص قبل مغادرة يوم 17 يوم الاحد كان، لان يوم 18 نتني وجه لو كنا ننتظر 18 ما نعملش، فاذا غير ممكن 16 غير ممكن 18، اذا كان يوم 17 17 في ماذا نزلنا الطائره، كانت اول طائره في اول مطار بعد النكبه، لانه كان مطارات اول مطار، وانا كنت يعني من حظي ان اكون اول مسافر على ارضيه هذا المطار اللي هو اول مطار. ومن بعد منا يعني طائره الرئيس وساعدنا في اخلاق شركه طيران فلسطينيه، خمس مرحلات يعني حتى استغلينا رحله الفلسطينيه لما جات التكوين، كان رحله من خطوط المملكه الغربيه وثلاثه او اربع رحلات من الخطوط الفلسطينيه من فلسطين الى الدار البيضاء. هذه الرحله كانت طائره عسكريه مغربيه، الرحله اللي كانت اول 2017 كانت طائره عسكريه. طائره عسكريه خدينا فيها، عطانا شد الحليب في الطائره لابناء الشهداء كما قال المرحوم الحسن الثاني، وكانت يعني حدث تاريخي، حدث يعني لان اول مره سنعلن انه السلطه موجوده والسياده موجوده والعالم الفلسطيني تتحمل طائرات فلسطينيه تتجه الى اثينا الى 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 هذا هو. اذا كانت الرحله يوم تاريخي بطبيعة الحال في البداية، كانت مدة سبع شهور، يعني هذا شيء خيالي بالنسبة مع الإمكانيات الموجودة، لأنه التصاميم الموافقة عليها إسرائيلية، الموافقات على الكتل إسرائيلية، المواد كلها بإسرائيلية، ورغم ذلك حققنا المعجزة، تنجز المطار وتشل المطار بالنسبة لأرضية المطار، عاد من بعد عملنا المحطة وعملنا كل الإجراءات الأخرى. إذا قلت سبع شهور اللي استغرق بناء المطار. سبع شهور اللي تجهيز هبوط بالهبوط الطائرات. طبعا لما كانت الأشغال المحطة وتكلم رونقية ومغربية وكذا، كانت تشيل خطوط الهوية للمملكة المغربية بطبيعة الحال، كان عامل خط الدار البيضاء القاهرة غزة. ولكن التشيل الحقيقي تم بعد شهر، كان ديسمبر 1998 بحضور رئيس كلينتون، لان لو هذا الحضور في التنشين اعطاها بعد، ما بقاش اي نقاش، يعني اكبر رئيس اكبر دوله يعني مع الاجراءات الدخول والخروج مع هذا كلها، فاذا توفقنا وكان من حظ انه التنشين كان كلينتون مع رئيس عرفات، وكان حدث التاريخ. الرحلة الأولى اللي كنت قرأت لك أستاذي بأنه كان معكم شي صحفيين، شي واحد بدون جواز السفر. لا كان يعني في المرحلة الأولى كان المفروض ناخذوا كما أن ناخذوا صحفيين خصوصا من المعارضة في المفهوم، خذ معايا أريري، مشى معايا واحد من الاتحاد من العالم من الإعلام، أو فمشى معنا لما مشات القناة الأولى، لكن الاستعجال اقتضى على أنه اللي عنده جواز منتهي يعني على أي هذا شيء أشياء مش فقط نزول الطائره، احنا دائما كنا عندنا سميتها انا سياسه الامر الواقع او ديناميكيه الامر الواقع، يعني المطار موجود فرضنا سنة ان المطار عندنا مهمه، ولكن ما مشيناش يعني ماشي اتفاق مع رئيس عرفات في 94 باش نعمل المطار 14 شهر اعداد قبل الذهاب الى غزه. ما هو الاعداد؟ الاعداد هو انه استقطبنا كل يعني هيئات الطيران العالميه وكل ما يمكن لما مشينا المطار مشينا معززين بدعم الدولي يعني حتى اسرائيلي. كما تقول وزير العدل الفلسطيني وقتها في التشييد، كنا نتربص زوار عند اخوان العرب، الان يمكن ياتون زوارا كذلك، ما نعرفش عندهم مطار. نعم. ولذلك المفخره من سيدنا في 5 سنين وسبع القطاع الطائرة في العالم كله، لكن بكل أسف كان شيء نتنياهو كارثي بالنسبة للمطار. قبل شيء لأنه نتنياهو كان يقول أنه المطار يمكن يصبح ملعب كرة قدم، لأنه شخصيا عملنا لأنه ما كناش نطلب الرخص فيه كل وقت، يعني ما قلت لك ديما كنت أمر الواقع، ولهذا يعني بارك هو اللي وقف الحركة في المطار سنة 2001 بعد 3 سنين. شارون بطبيعة الحال بما أنه شارون يهدي كل شيء هدى المطار، الآن يعني يهدوه بقى في المطار.
لا في 2001 ايقاف الاشغال الاعمال بالمطار 2002 لكن احنا نفس كذلك هذه المره يعني عملت او اجراءات وقمنا باجراءات حل لدى المنظمه الدوليه عملنا شرعيه دوليه تدين ماشي فقط الاداره تتلزم اسرائيل باش ترجع بناء المطار فاذا احنا امام قرارين قرار يتعلق بالقدس في 74 وقرار يتعلق بغزه في 2001 2002 اذا الشرعيه الدوليه معنا ولهذا انا السنه الماضيه كنت عملت نداء لرئاسة الطيران في العالم كان اجتماعات وقلت لهم نداء بيد ايداء لانه ينبغي ان تنفذ الشرعيه الدوليه وهذا هو مطلوب دائما كما يعني لان في المغرب كمغرب عندنا في القدس عندنا حركه المغاربه تهدمت سنه 67 والان عندنا مطار اللي تهدم في سنه 2001 ما بقاش يشتغل لهذا احنا عندنا يعني ذاكره المغربيه والذاكره في السياسه تعمل على انه نستمر في الكلام على المطار وشرح ظروف يعني يهدم المطار لانه ما كاين اي اعتبار اي يعني لا ارهاب ولا تسريب سلاح ولا شيء لانه كل اجراءات المراقبه الامنيه كلها من اسرائيل دخول الطائرات من السرقه من اسرائيل يعني انا كنا عملنا تنسيق مع مطار بن غوريون انا حكى لهذو المراقبين جوين يكون في موجودين في مطار بن غوريون لتنسيق مع المراقبين جوين في اسمه ولا حدث خلال ثلاث سنوات اي استضام معين لا امني ولا غير امني لا ولا تقني ولهذا يعني شيء ممتاز جدا انه نشتغل المطار لاول مره عن بعد يكون في طائرة كلنا في المغرب تكون في المغرب كله ولهذا هدم المطار ما كانش عنده اي اعتبار يعني للهدم كان دخل في كل ما تقوم به اسرائيل من هدم في كل فلسطين كان يمكن لي الان لانه بما انه دخل الدبابات تدخل اسم الماضي لارضيه المطار فاذا طبعا ما يكونش حواجز تهدد فيه بعد ولهذا يظن هما يعني عندنا محل تنظيف لكن بالنسبه لنا تنظيف لانه يعني اقبال المطار اقبال المطار حتى عمل الان بالنسبه ل في سويت فرنسا يعني هدم كامل لكن الان ولهذا احنا الان او تنبدل الكتاب او كل ما تحاول نقول ان المطار كان واشتغل وينبغي ان يكون المطار جديد. هو دائما كان يعني ماشي امل لا يمكن ان يكون تنميه للقطاع غزه او الفلسطين كله بدون مطارات. القدس كان فيها اربع مطارات القدس فلسطين كان فيها اربع مطارات يعني من الدرجه الاولى. أنا سافر سنة 65 كنت في مطار القدس. فإذا بالآن ما كاينش مطار. لهذا كل هذه الاعتبارات يعني كنا حريصين جدا على أننا نتمسكوا. ولهذا العتاب اللي كنت مع الإعلام المغربي أو أعرف أنه يهتم بهذا المطار من ناحية التعريف به. مش يعني المهم أنه كان مطار موجود مغربي ويهتم بتدخل مغربي. بتعليمات بجد الملك وضع وجد يعني وكل سنة خطوط المكان المهيبية تعمل رحلتين في الأسبوع من الدار البيضاء إلى غزة عن طريق القاهرة هذا كل أشياء لازم يعني تبقى حاضرة لأنه في أي وقت أقلت المطار يكون موجود كنا نأمل أنه نشوفه قريبا بطبيعة الحال أنا الأمل دائما كل مرة يقول لي أبو مازن يقول لي أنت راح تشغلنا المطار خليت توقف على الآخرين على الوطن غير جديد مش مشكل الموضوع المطار هو موضوع السياده مش فقط بالنسبه للفلسطينيين عندنا ستلقى القضيه الفلسطينيه وقضيه الصحراء المغربيه لان الصحراء المغربيه هي قضيه السياده والسياده بدات فين بدات مطار العيون الاسبان خرجوا خلوا لا شيء في الارض على الارض في الوطن العيون وش غني المطار إذا في غزة أو في القدس في 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 غزة عملنا مطار سيادي مطار يعني فلسطيني سيادي ولكن المغرب في أرضه كان لازم مطار سيادية مطار العيون مطار الداخلية مطار أسمرة إذا السيادة دائما حاضرة في حاضرة في الاستقبال
القضية الفلسطينية والقضية الوطنية، هذا هو الأساس. أولا الحليم ضرب الأولى هو أنه الكتاب جاء يعني توضع يعني لا يمكن تصور أن المغرب الفلسطين يعني حاضر، المغرب حاضر رغم البعجة الفخدك، يعني المغرب البعيد جغرافيا أنجز ما لم يجد آخرون وأنك آخر من المغرب. ولذا المغرب كان حاضر، حاضر من أين صلاح الدين المغرب، حاضر من بعد، حاضر في كل، وحاضر الآن مع كاتب اسمه القدس وكل ما يقوم به تقوم به الوكالة، لأن هذا دعم الصمود الفلسطيني. جاءت الملكة بكل يعني أبوية بكل عطف، هذا يعني صلحت أنه تركيز أكثر التركيز كبير على وضعك الفلسطيني على كرامته. ولهذا كل ما تم أو يتم في رمضان غير رمضان واستقبال المخيمات والأطفال، هذا كله رعاية أبوية، هذا كله اهتمام المغرب في القضية. لماذا توقيت الآن هذا هو يعني توقيت الآن؟ لأنه لازم التعريف بهذا، لأنه كل شيء زايد، المغرب ما تزيد على شيء، المغرب حاضر وعنده، لما نقول أن المغرب حاضر تاريخيا وفي هذا الباب كذلك كاين ماشي عبثا. كل كما هي التاريخ كل حاضر، كذلك في المطام وثائق حاضرة. يعني هذا توقيت ديالو توقيت مهم، ولازم يعني أنا بالنسبة لي شخصيا تشبت بالمطار، يعني الكتاب كان يمكن يصدر سنة قبل سنة كثر، الآن هذه فرصة مناسبة. وكذلك خصوصا أنا قلت الآن ماذا في الدم محل المطار، الكتاب تقول له المطار من الدم، المطار حاضر وسيكون حاضر إن شاء الله لأنه الإرادة موجودة، والمغرب دائما يوقفه من فلسطين كما يوقف من قضية الصحراء والوقوف ثابت، وخيجات الملك ثابت في الموضوع.